شو اسعد افندي؟ كيف هالعجل البلفك فوق ابن البيسه؟ بالعكس بوتك يا الحكي، لا بعرفني ولا شي الزلمه. ابن البيسه هالمره طلع بين حلال خيو. كيف هي؟ العمى شو عجل؟ بنبوس بين عيونه علي ما علي. علي ما علي يا جوده، اسا ما شافت البقره هيك فوت على البايك وبلشت يعو. هي تعمل هيك وعد الرحليب ليك بديعه من الخمسه الصبح هي درحليب. الله يحرسك من العين لك اسعد، اعطيني الصوت الثاني عجل، تعبى هذا عجل. شوفك بعدين. ولك ما الحق عليك، الحق على هالفدان اللي قدامك، ولك فدان انا فدان لاني رديت عليك وسمعت نقك وخليته يرجع العجل، ليك واستفاد منه اسعد. ليش انا شو تخلي؟ انا اللي قلت لك تخلي اسعد ياخده. انت ما قلتي شيء، بس نقيتي فوق راسي، شو لازمته العجل؟ بياكل ما بيحلب، خليتيني رجعه، ليك واسعد لطش هالعجل، حطه بهالبايكة وهي شافته البقرة، انتلوا بزازة حليب وعلى حلب، صارت تحلب له الطقطقين. ولك إذا بيوم من الأيام بتجيني الجلطة بيكون بسبب بهمنتك. يلا يا رب، إن شاء الله. يا سعيد، زلنطيطة. أهلين سيد المختار، تفضلوا. زيد فضلك. والله ما فيني، مستعجل يخلي لنا ياك. فوت. ما فيني، عندي شوية شغل. مسك خيو. شو هذا سند الأرض، خدوا شقه، ما عاد بدنا نرجع العجل. ايه ليش بطلت تبيعه؟ هو بصراحة العجل أرخص من شفة الأرض اللي داكشتك عليها، مشان هيك يعني أنت بتعرفني، أنا عندي ضمير وناموس، أما زبطت معي. ولو يا زلمه شو عم تحكي انت؟ وانا بريت من سونا، خلص خيو اشتريت يعني اشتريت. بارك الله فيك، انت زلمه ادمي. بس يعني بصراحه طول الليل ما نمت يا اسعد وانا عم فكر بالموضوع. لا يا مختار، شو الحكي هذا؟ الله يسامحك محرزه. لك القصه ما قصت محرزه ما محرزه، ولو ابوي فاخره وفا حسابه الواحد لازم ينتبه لحاله. مزبوط والله، بس خيو انا مسامحك دنيا اخره، روح ارتاح منيح. لا خلص له اسعد، خلص يا اخي. زيل ناولني هالعجل، انا بدي رجعه، بطلت بيعه. وانا بطلت رجعه. شو اشو الشغله على كيفك؟ اشبك ليش معصب هيك يا مختار؟ خيو اول امبارح العجل كان لك، كل يوم الي، خلص اسمه نصيب الشغله. شباب ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عكل حاول، ما لها عليك، لها علي انا. فين طلع عليك يا واطي؟ بتحاسب انا وياك. خلاص